هنا على أرضية هذا الميدان في انطلاقة شوطنا. هنا أيضا المنطلق هو الشوط السادس في مجموع الأشواط والشوط السادس الخاص بالزمول هنا أيضا لأصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل. هو التحديات والإثارة لمسافة 8 كيلومترات. هناك سيارات يوتا ستيشن جي اكس ار للفائز بالمركز الاول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. وشكرا للزملاء المتواصلين في ايضا الاشواط الماضية. نسير بكم في هذا التحدي، نسير في هذا الانطلاق. هناك الصدارة والمقدمة خوزان، من ياتي على صدارة وعلى المركز الاول من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، من يأتي على صدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والمنطلق على ثاني المراكز هنا جسار أيضا من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. ويأتينا في هذا الانطلاق الريف من هجن رئاسة دولة الإمارات مع أيضا محمود بن محمد بن سالم لوهيبي البليفسور، من يقدم لنا هنا أيضا بهذا الانطلاق أيضا الريف. بينما من الجانب الآخر يأتي نايف لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ووصل مياس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة هنا أيضا حمد بن علي العويسي في التضمير. هذه هي الخماسية الجميلة المنطلقة في هذا الشوط بهذه الأعداد المتميزة والجميلة. نتابع هذه المجريات، نتابع هذا الانطلاق ونسير مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى خوزان، من يأتي على صدارة. خوزان على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي. المنطلق على صدارة وعلى المركز الأول وصل مياس، يتسلل من مركز إلى مركز لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم وبقيادة مضمر 5 نجوم. هنا أيضا حمد بن علي العويسي، من ينطلق في هذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة. بينما المركز الثالث هنا ايضا جسار من هجر الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وعلى المركز الرابع، مشكور من هجر رئاسة دولة الامارات بقيادة المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، من ياتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس الحاسم لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان ال نهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان، من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. في جميع البرايا يتهمي بالمراجل شيخنا. هي الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. نرحب بسمو الشيخ سعيد بن راشد بن حميد النعيمي لتواجده على أرضية هذا الميدان. مرحبا يا أبو مايد على في متابعة هذا السباق. نتابع مشاهدينا الكرام، نعود إلى خوزان المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن الشعب
الريحانية هناك المنطلق على صدارة من سجلت أيضا رباعية جميلة في هذا الصباح المميز الجميل. 3 نقاط للعملاق ونقطة عند أيضا أبو خالد المشاغب. ها هو جساء هنا خزان أيضا على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وعلى المركز الثاني وصل مشكور المنطلق من مركز إلى مركز لهجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي وعلى المركز الثالث وصل هنا أيضا الشرس من هجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة علي بن مي اللوهيبي. أما المركز الرابع جسار يأتينا على رابع المراكز من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية في هذا الانطلاق الجميل ما شاء الله. هو التحديات من مياس على خامس المراكز اسمه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة حمد بن علي الحويسي في هذه الإثارة الجميلة والتحديات. وخلف المراكز هناك أيضا أسامي قادمة هناك تحديات هناك أيضا إثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى صدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة. وهنا الصدارة هو المقدمة والمركز الأول لا زال على صدارة على المركز الأول خوزان المنطلق على الصدارة منطلق بهذا الأداء المميز الجميل وعرضه مميز على صدارة هذا الشوط. خوزان من هجن الشحانية بقيادة السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وعلى المركز الثاني هنا مشكور على ثاني المراكز من هجن رئاسة دولة الإمارات سهيل بن حمد بن دري الفلاحي في تضميره المنطلق بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي. وصل مياس يتسلل من مركز إلى مركز وصل مياس في هذه اللحظات هنا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي. وصوغان القادم في هذه اللحظات يقل شعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن محمد بن نايفة. هنا أيضا الهاجري من يتابعه في هذا الانطلاق المميز الجميل وعلى المركز الخامس. جسار من يأتينا على خامس المراكز في هذا الانطلاق هنا أيضا والتحدي من هجن أيضا الشحانية مع محمد بن خالد العطية. هذه هي الأسماء المنطلقة والمتحدية في هذه المسيرة هو التحدي. رباعية جميلة رباعية متميزة السلام. هناك أيضا خزان لا زال مسيطر على زمام الأمور مسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ومشكور من هجن رئاسة دولة الإمارات على ثاني المراكز هنا سهيل بن حمد بن دري الفلاحي في تضميره. آتي مياس على المركز الثالث مياس المنطلق هنا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة حمد بن علي الحويسي. ويأتينا صغان هنا يقترب من مركز إلى مركز ينضم إلى الرباعية الجميلة لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري في تضميره وعلى المركز الخامس. هناك على خامس المراكز في هذه اللحظات
الحاسم لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان بقيادة الجنتلمان أحمد بخلفان بالصايغ المزروعي على المركز الخامس. هذه هي الخماسية الجميلة 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، نهاية التحدي، نهاية الإثارة. مشاهدينا الكرام وخوزان لا زال على صدارة، ولكن صغان أعلنها مبكرا صغان بالانطلاق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. صغان صغان لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر، أيضا هنا المنطلق عبد الله بن محمد بن نايفة الهوجري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. 1500 متر ما تبقى على هذا الأداء المميز. خوزان في المركز الثاني من إجر الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، وعلى المركز الثالث مشكور من يأتي على المركز الثالث هنا أيضا بهذا الانطلاق المميز الجميل لهجر رئاسة دولة الإمارات مع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي ومياس على المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن المربو مكتوم مكتوم محمد بن علي العويسي، وفي المركز الخامس المنطلق. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود المركز الخامس هناك أيضا من هجر الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي، وأعود هنا أعود إلى صغان إلى صغان في هذا الانطلاق الجميل والتحدي في هذا الأداء المميز الجميل والإثارة في هذا الأداء المميز الجميل. بيضيف السيارة الثامنة إلى رصيده، بيضيف السيارة الثامنة في رصيده، ما شاء الله سجل حافل بالإنجازات. ها هو صغان ينطلق على الصدارة على المقدمة بدون أي منافس على الإطلاق، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل وانطلاقة صغان بدون أي أوامر تذكر. تشاهدونا على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. تهانينا تهانينا لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا لعبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري على هذا الأداء المميز الجميل وانفرادة صغان وتحدياته وإثارته. شاهدينا ومتابعينا الكرام تهانينا والناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية بدون أي أوامر تذكر، ما شاء الله تبارك الله. أكثر عن 200 متر بينه وبين البقية المشاركين، ها هو يصل إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس. تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني وانتظار وصول صاحب المركز الثاني هنا وصل مشكور على المركز الثاني لهجن رئاسة دولة الإمارات بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث مياس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي. المركز الرابع خوزان ما أيضا من هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وهناك أتانا ملفت لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. خامسا بقيادة عبد الله بن فعيل بن حمد الهاجري. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى ذعناها على حضراتكم شاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني الذي سجل صغان بهذه الانفرادة الجميلة بهذه الانفرادة ولا أروع أيضا بأدائه الجميل وعرضه المميز. تهانينا والناموس سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا أيضا لعبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، ويضيف السيارة الثامنة في 13 دقيقة 3 ثواني 3 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمن. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل.
أما المركز الثاني فكان مشكور من أجل رئاسة دولة الإمارات بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها ولحظة اقترابه من خط النهاية 13 دقيقة هي الحاضرة أيضا لمسافة 8 كيلومترات هنا أيضا، والتوقيت الزمني ها هو يقترب رويدا رويدا إلى خط النهاية أيضا بهذه المسافة التي سجلها صغان بين وبين بقية المشاركين، وهو يضيف السيارة الثامنة في رصيده 13 دقيقة 25 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية في أيضا توقيت مشكور. أما المركز الثالث كان مياس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي، توقيت الزمني 13 دقيقة 26 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.